نحييكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى الساعة الثانية من العالم الليلة. كالعادة نبدأ بأبرز العناوين. رقعة المواجهة تتوسع في جبهة الشمال، إسرائيل تزيد نطاق غاراتها، وصواريخ حزب الله تصل تل أبيب، وحراك أمريكي للتهدئة. كابوس حرب 2006 يتكرر، موت ودمار ونزوح، ثلاثية خوف تواجه اللبنانيين مجددا، والأعداد إلى ارتفاع. بين هاريس وترامب أرقام متقاربة في معركة الاستطلاعات، والمخاوف من الذكاء الاصطناعي تعود إلى الواجهة مع اقتراب الانتخابات. وبوتين يستبق الضوء الأخضر الغربي لكييف لاستهداف العمق الروسي، ويلوح بالنووي حال تعرض بلاده لأي هجوم جوي كبير. أهلا بكم. على حدود إسرائيل ولبنان التصعيد سيد الموقف. قصف إسرائيلي لا يتوقف، وإنما يزداد نطاقه ليشمل مناطق جديدة في كسروان والشوف في جبل لبنان. أما على الجهة المقابلة فحزب الله وسع نطاق قصفه وأطلق صاروخا باليستيا نحو تل أبيب، وهذه المرة الأولى بالمناسبة. نتنياهو صعد كعادته وتوعد باستخدام القوة الكاملة في لبنان حتى عودة سكان الشمال. وفيما منحت الحكومة الإسرائيلية نتنياهو وجالانت صلاحية التدخل البري في لبنان إن لزم الأمر، أجرت القوات الإسرائيلية تدريبات تحاكي اجتياح الجنوب، وألمح رئيس أركانها إلى احتمال العملية البرية. نحن نواصل قصف أهداف لحزب الله نهارا وليلا، وسنستمر في ذلك تمهيدا للعملية البرية المحتملة. اليوم حزب الله وسع نطاق استهدافاته، وستلقى الرد على ذلك بالتأكيد. سنذهب إلى هناك لنواجه حزب الله على الأرض، وسيرى قوة قتالية محترفة. هذه هي الأمور التي ستسمح للسكان بالعودة إلى الشمال. لا تزال أزمة النزوح في لبنان مستمرة بتضاعف أعداد النازحين الهاربين من قصف الإسرائيلي على مناطق الجنوب وحزب الله. يقصد النازحون اللبنانيون مناطق الوسط والشمال للإيواء في المدارس والمعاهد التي تحولت إلى مراكز إيواء للنازحين منذ بدء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله. شوارع لبنان الجنوبية نحو الشمال لا تزال مكتظة، بل ويزداد الازدحام مع مرور الوقت والقصف، خاصة مع اقتراب أعداد النازحين من نصف مليون نازح. ترك الكثير بيوتهم قبل أن يهدمها القصف الإسرائيلي للذهاب إلى مدارس ومعاهد تحولت إلى مراكز إيواء فعلتها الحكومة اللبنانية لاستقبال أعداد النازحين، إلا أنها أصبحت مكتظة هي الأخرى بالنازحين. خيار اللجوء إلى استئجار منازل أو غرف فندقية باتت صعبة حتى على المقتدرين ماديا، إذ باتوا يواجهون استغلالا كبيرا بعد ارتفاع أسعار المنازل والغرف الفندقية إلى 4 أضعاف السعر مما كان عليه قبل التصعيد في بعض المناطق. تحذير طارئ أطلقه وزير الخارجية اللبناني من تدهور الأوضاع الإنسانية في جنوب لبنان واستمرار عمليات النزوح التي باتت تأخذ شكلا غير مسبوق في لبنان. كل هذا يعيد إلى الذاكرة مشاهد من حرب 2006 يا غيداء. كيف وجدت الفرق بين ما حصل في 2006 وبين ما يحصل الآن في لبنان؟ ميسون، بالفعل التصعيد الحالي يختلف كثيرا عن حرب تموز. وقع الحروب على المدنيين ذاتها خيبة واحدة وإن تعددت أشكالها. هذه السيدة عاشت مرارة حرب تموز، لكن ما تجرعته من نزوح وشتات في هذه الأيام فاق صعوبة وألما. كنت بحرب تموز، يعني صح فزعانين، بس مش مثل هلا تعذبني وتشرشحنا على الترقان واكلناها وهليت وعدنا نفس الشيء بال 2006 يعني، بس هلا الله اصعب بكثير هلا يا خالتي. مشاهد النزوح بين الماضي والحاضر تبدو متقاربة
في ظاهرها، لكن المفارقة تصنعها الكثافة السكانية. سجلت حرب تموز نزوحا لنصف مليون نازح في حرب دامت 34 يوما، هو ذات العدد يسجله النازحون خلال 3 أيام فقط. وكأي حرب يفقد مدنيون أرواحهم، مقبرة جماعية هنا حقنت الدماء بعد مقتل 1100 شخص في حرب تموز، رقم صادم في حينه، لكنه بات هينا أمام تصعيد حالي ما إن بدأ، حتى خلف نحو نصف ما خلفته حرب 2006 من ضحايا. القصف الإسرائيلي طال مناطق لم يبلغها إسرائيل في حرب تموز، فيما يتجاوز القصف كثافة وقوة الحرب الماضية بمراحل وفق ما وثقته مقاطع مصورة. العربية مشاهدينا واكبت عمليات تسجيل النازحين اللبنانيين والسوريين الراغبين في المغادرة إلى سوريا. زميلنا محمود يتابع كل هذه التفاصيل. الأرقام تتحدث عن 10,000. قام الأمن العام اللبناني بعملية تسهيل مرورهم وختم جوازاتهم من هذه النقطة باتجاه الداخل السوري. الآن نشاهد كيف أن هذه المركز أيضا هو خصص للبنانيين وأيضا للسوريين، بالإضافة إلى مركز آخر أصبح في المبنى الثاني. سنذهب سوية وفي صور حية ومباشرة للعمل التي يقوم به الأمن العام اللبناني من جهة، وأيضا حركة النزوح باتجاه العاصمة السورية دمشق، وأيضا كيف يقوم الأمن العام اللبناني بكل هذه الإجراءات. هنا فتحت على مدار 24 ساعة، أعطيت التعليمات كما نشاهد من الإدارة المركزية في بيروت، المديرية العامة للأمن العام، بالتسهيل السريع إن كان هذا الجزء مخصص للسوريين أو أيضا الجزء المخصص للبنانيين. من بيروت ينضم إلينا مدير الدفاع المدني اللبناني العميد ريمو خاطر. عميد، أهلا بكم معنا. كان هناك بلاغات إسرائيلية عدة وصلت إلى مراكز الدفاع المدني، إن كان في صور، في السرفند، في النبطية ورشية الفخار لإخلائها. هل يمكن أن تعطينا تفاصيل عن هذا الأمر؟ الحقيقة هيدي، مساء الخير أول شيء لإلك وللمشاهدين الكرام. بالحقيقة هيدي اتصالات بتورد يعني من وقت لوقت، اوقات قسم كبير منها بيكون منه صحيح، يعني بيكون فيك، ولكن نحن بالخطه يعني بخطه الطوارئ تبعنا اذا بدك مرتقبين كل شيء، متوعين كل القصص، وبنتيجتها نعمل دايما إعادة انتشار وإعادة تموضع، بس بطريقة نقدر نلبي طلبات الناس، طلبات الإغاثة بشكل كتير سريع. عميد، منذ 9 أشهر هناك توتر وتصعيد بين إسرائيل وحزب الله، وهناك نزوح من الجنوب، ولكن في الأيام الثلاثة الماضية عملية النزوح وصلت إلى حدها 500,000 شخص، يعني نصف مليون نازح. كيف تقيمون الوضع الإنساني الآن في لبنان؟ ماذا يمكن أن تعطينا من تفاصيل حول هذا الوضع؟ للحقيقة نحن في لجنة وزارية وفي هيئة عليا للإغاثة وفي جهات هي مكلفة لتقيم هذا الوضع وتعطيك تفاصيل دقيقة. نحن مش السلطة الصالحة، نحن أكثر شيء عم نزود النازحين بالمياه بكمية، يعني بالإمكانيات. لا، ولكن أنتم عميد يعني أنتم على الأرض أكثر، أنتم تستطيعون أن يعني تروا ما يحصل على الأرض. ما هي أبرز التحديات؟ ماذا يمكن أن تخبرنا؟ ما هي أبرز احتياجات الناس؟ برجع بقول لك نحن مش على تواصل دائم مع النازحين، نحن عملنا مقتصر على عمليات الإغاثة والبحث والإنقاذ ونقل المصابين ونقل الجرحى من أماكن الحدث، من المواقع اللي عم تنضرب، للمستشفيات وللأماكن الآمنة. أما بموضوع النازحين في غير جهات عم تهتم بهذا الملف. طب بالنسبة للجرحى،
الأعداد كبيرة جدا يعني في الأيام الماضية. يعني اليوم اليوم وزير الصحة تحدث عن 51 قتيلا وتحدث عن أكثر من 200 جريح. ماذا أنتم تتعاطون مع هذه الفئة؟ ماذا يمكن أن تخبرنا عن الجرحى؟ ما هي إصاباتهم؟ هل هي حرجة؟ هل هي خفيفة؟ بالواقع في هيك وفي هيك، وبالفترة اللي قطعت ب 17 وب 18 الشهر كانت الإصابات مركزة على وقت تتعرضوا لمثال في تفجير للبيجر وللووكي توكي، كانت الإصابات مركزة بأماكن معينة يعني بالإيدين وبالوجه وبمنطقة الخصر. صار في كتير يعني أذية بهذا الإطار. وبوقت التوكي ووكي كانت الإصابات بمختلف أنحاء الجسم، لأنه كان مش بالضرورة يكون محطوط على يعني ملاصق لجسمه للشخص المصاب، بس يكون كان حده أو بالسيارة أو بالدراجة. كان اشتغلنا أكثر حرايق من كان في حرايق أكثر من ما كان في إصابات. طيب بالنسبة للي تعرض له القصف خاصة اليوم هذا العدد 51، هل أنتم أيضا تعاطيتم مع الجرحى اللي سقطوا اليوم؟ أكيد نحن من صلب واجباتنا هو البحث والإنقاذ عن مصابين عن مفقودين. يعني عندنا هلأ حاليا اليوم نحن كان في عنا براس قسطى كمان ضربوا صاروخ بمنطقة كسروان، صار في إصابتين نقلناهم على المستشفيات. بمنطقة المعايصرة ضرب مبنى طابقين، تم إنقاذ طفلة وفي 7 شهداء، وفي بعدنا عم نفتش عن 2 مفقودين. بمنطقة جون في مبنى من 3 طوابق في سوريين ولبنانية، عم نحكي هون عن 3 جرحى، 8 شهداء و3 مفقودين، بعد عمليات البحث والإنقاذ مستمرة. بالنباطية في 4 جرحى و6 شهداء، كمان بمبنى اشتغلنا عليه. ببعلبك 2 شهداء و6 جرحى. عم بحكي هون الأعداد يلي نحن تعاطينا فيها، ولكن مش هي بالتالي الأعداد كاملة ضمن كل موقع كونه فيها. عميد انتهى وقتي، ولكن هل هناك خطة طوارئ كدفاع مدني إذا توسعت الحرب؟ بإيجاز لو سمحت. أكيد نحن عندنا خطة طوارئ لكل وضع ولكل حالة بنتعامل معها وفقا للوضع، بس اكيد مش رح فينا نصرع عنا بالاعلام. كل شيء بوقته. ومثل ما قلت لك عنا 235 مركز بكل الاراضي اللبنانيه، كلهم جاهزين 24/24 لتلبيه نداءات الاستغاثه. وبالاخر الدفاع المدني هو شبكه امان المواطنين. نحن من وقت ما مؤخرا بهيدي المعركه حطينا 3 شهداء وعندنا 16 مصاب، هيدا بالرغم من انه اليات الدفاع المدني عليها اللوجو على سطحها وعلى جوانبها شعار الدفاع المدني العالمي اللي هو يفترض انه ما يتعرضوا له. شكرا لك، ونتمنى السلامه دائما لكم مدير الدفاع المدني اللبناني العميد ريمو خاطر، شكرا على المشاركه. والآن نتابع بعض هذه الصور المحدثة عن الغارات الإسرائيلية في لبنان وعن طبعا جغرافية المواجهة التي اختلفت. فالمقاتلات الإسرائيلية وزعت غاراتها جنوبا وشرقا متوجهة إلى مناطق في محافظة جبل لبنان لم تقربها سابقا. القائمة الإسرائيلية اليوم شملت 280 هدفا لحزب الله بحسب تل أبيب، لتطال إحدى الغارات جون في قضاء الشوف، تكلم عنها الآن ضيفنا، بلدة المعايصرة في قضاء كسروان في طبعا شمال لبنان، وكان تحدث الآن ضيفنا العميد عن عدد القتلى وعدد الجرحى في هذه المناطق. بوصلة حزب الله هي الأخرى لم توصلهم لأهداف قديمة، بل أحيا حزب الله اليوم تعهدا قديما لزعيمه عمره 18 عاما بضرب ما بعد حيفا. الهدف هو بعيد والسلاح
لم يستخدم سابقا في هذه المعركة. فلأول مرة أطلق حزب الله صاروخا باليستيا من نوع قادر واحد باتجاه تل أبيب. الصاروخ كان موجها وفق حزب الله لقاعدة جاليلوت العسكرية وسط إسرائيل المسؤولة عن اغتيال قادته وتفجيرات البيجر، لكن تم اعتراضه بواسطة منظومة مقلاع داوود. استهداف هذه المنطقة هو دليل واضح على توسيع حزب الله لهجماته إلى أكثر من 100 كيلومتر. فمدى صواريخه بالأيام الماضية وصل إلى مدن صفد وعكا وحيفا التي تبعد عن الحدود اللبنانية بمسافات تتراوح بين 20 و60 كيلومترا. مصطلح غزة ثانية يطارد اللبنانيين مشاهدين مع توالي تصريحات إسرائيلية تؤشر الذهاب في ذلك الاتجاه، أي التوغل البري جنوبي لبنان. القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أكدت دخول الحملة مرحلة جديدة مع ضرورة الاستعداد للمناورة والتحرك. إعلام إسرائيلي أكد إجراء القيادة الشمالية لمناورات تحاكي عمليات برية في لبنان. التدريبات وفق موقع ولا شاركت فيها الفرقتان 179 من القوات البرية، وشملت أساليب قتال كانت تطبق في قطاع غزة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي نيته استدعاء لواءين إضافيين من قوات الاحتياط لتنفيذ مهام عملياتية على الجبهة الشمالية. صاروخ قادر الذي نتابع الآن، قادر واحد والذي استخدمه حزب الله لاستهداف مقر قيادة الموساد في تل أبيب، هو صاروخ باليستي بعيد المدى يصل ل 300 كيلومتر. هو صناعة إيرانية، لا بل نسخة محسنة من صاروخ شهاب 3 مزود برأس حربي شديد الانفجار يزن بين 700 و1000 كيلوغرام. صاروخ قادر هو نوعان، بحري وجوي، طوله نحو 7.5 أمتار، سرعته تصل ل1000 كيلومتر بالساعة. هو قادر على استهداف الأهداف البحرية بدقة عالية وقوة تدميرية كبيرة، مع إمكانية إطلاقه من الشاطئ والبحر والسطح أو من مروحيات ومقاتلات. بماذا يتمتع هذا الصاروخ؟ بقدرة عالية على الحركة ومرونة تشغيلية. تعتمد منظومة توجيهه على رادار داخلي نشط ونظام طيار آلي رقمي لضبط مسار طيرانه نحو الهدف وضمان إصابته. صاروخ قادر يعد مجنحا خفيفا نسبيا، أسدلت طهران الستار عنه قبل 11 عاما وتمتلك كميات كبيرة منه. يا أبا الفضل، يا أبا الفضل. في الاستوديو ينضم إلي رياض قهوجي، مستشار العربية للشؤون العسكرية والتسلح. أستاذ رياض أهلا بكم معنا. اليوم حزب الله يستخدم صاروخ قادر، صاروخ باليستي وصل إلى تل أبيب، الجيش الإسرائيلي يقول بأنه اعترضوا. هل نحن أمام مرحلة جديدة من التصعيد والاشتباك بين الطرفين؟ طبعا، يعني هذا واضح، حجم الهجمات من الطرفين، عمق هذه الهجمات يزداد يوميا، نوعية الأسلحة التي تستخدم بدأت مختلفة. حزب الله طور بأنواع الصواريخ، شهدنا فادي واحد، فادي اثنين، الآن صاروخ باليستي. لأول مرة حزب الله يستخدم صاروخ باليستي. ما هي دلالة ذلك؟ دلالة هي امتلاكه، استلامه من إيران أن أسلحة نوعية. يعني كان بالسابق هناك حديث أن حزب الله ربما استلم صواريخ فاتح 110 القادر، اللي هي نفس من نفس يعني العائلة. اليوم أكد يعني الأمر بأنه لديه يمتلك هذه الصواريخ. لأول مرة نشاهد إثبات أن حزب الله يمتلك صواريخ باليستية، واستخدمت لأول مرة. إسرائيل كما نعلم منظومة الدفاع الصاروخي تبعتها أنشئت أساساً للدفاع ضد صواريخ باليستية، وبالتالي قدراتها على الدفاع ضد الصواريخ الباليستية أقوى بكثير من قدرتها على التعامل مع صواريخ كاتيوشا. يعني الصواريخ الباليستية أنها ترتفع للغلاف الجوي ومن ثم تقوم بالانحناء ومن ثم الدخول بالغلاف الجوي نحو الهدف تبعها، وبالتالي
تأخذ وقت أكثر. الكشف عن إطلاقها يحدث بسرعة كبيرة لمجرد الانطلاق. منظومات الرادار الإسرائيلية تستطيع أن تكشف انطلاق منظومات الدفاع. الكمبيوترز والذكاء الاصطناعي فيها يحدد مكان الاعتراض و ولكن أيضا يعني أستاذ رياض، هذا ألا يؤكد بأنه على الرغم من كل ما قامت به إسرائيل وخاصة في الأيام الماضية من استهداف للقادة من البيجرز وهذه التفجيرات للتوكي ووكي أيضا، بأنه ما زال قادر على أن يصل إلى ما بعد حيفا ووصل اليوم إلى هو يملك هذه الصواريخ، ولا أحد يعني كان يشكك بهذا الأمر. إنما الفعالية، يعني اليوم الحديث استهداف مقر الاستخبارات الإسرائيلية، الواقع لم يحدث أي شيء لمقر الاستخبارات الإسرائيلية والصاروخ تم اعتراضه من مسافة. هاجاري قال بأنه المقر الموساد غير موجود في هذه المنطقة أصلا، حتى ولو كان موجود من بتل أبيب اليوم شعر بأثار سوى صفارات الإنذار والذهاب للملاجئ، إنما لا أثار لأي صاروخ لأن صاروخ تم اعتراضه من مسافة بعيدة. يعني منظومة المقلاع داود مع الباتريوت مع الحتس عند منظومة متعددة. طب بالنسبة للتخوف، بالنسبة للتخوف من الاجتياح البري، هل من مؤشرات بأن هذا الاجتياح سيحصل؟ لأنه اليوم أيضا قامت بمناورات إسرائيل على اجتياح بري، اليوم استدعت لواءين، على الرغم من أن هناك مساعي الآن في الولايات المتحدة والدول الغربية بإيجاد حل لهذا الأمر يبدأ بلبنان وينتهي بغزة. إمكانية الاجتياح البري قائمة، التحضيرات لاجتياح البري مستمرة، هناك الحشود قائمة، استدعاء ألويات احتياط، نقل فرقة 98 فرقة التي دائما تكون رأس الحربة بأي عمليات اجتياح برية بدأت موجودة على الحدود اللبنانية. وبالتالي من ناحية التحضير إسرائيل جاهزة لهذه العملية، إنما الآن هناك تلويح باستخدامها على أمل أن ذلك قد يؤدي إلى ضغط يؤدي لحل دبلوماسي. إنما إسرائيل تشدد على أن هذا الخيار بات قائم، ولكن يقال بأن حزب الله هو يريد أن يجرها بريا لأنه أقوى منها بريا على الأرض، يعني ستكون أصعب عليها من العمليات التي تقوم بها الآن. لنوضح شيء للمستمعين والمشاهدين، ميزان القوة لصالح إسرائيل معروفة، إسرائيل ستتمكن من اجتياح أراضي لبنانية، إنما حزب الله مدرب ومجهز لإلحاق خسائر كبيرة في صفوف الإسرائيليين. يعني الاجتياح سيكون بثمن باهظ، إسرائيل تستطيع أن تجتاح أراضي في لبنان، إنما ثمن ذلك سيكون مرتفع. ونتنياهو يفضل إبقاء عدد القتلى والإصابات متدني لأن هدفه إطالة الحرب وتوسيعها. شكراً لتحقيق أهدافه. شكرا أستاذ رياض قهوجي مستشار العربية للشؤون العسكرية. شكرا. وفيما يتواصل التصعيد، يبدو أن أروقة الأمم المتحدة تشهد بالتوازي حراكا مكثفا للتهدئة. قالت 6 مصادر مطلعة لرويترز أن الولايات المتحدة تقود مساعي دبلوماسية جديدة لإنهاء الأعمال القتالية في غزة ولبنان ضمن مبادرة واحدة. وحسب المصادر المطلعة على المحادثات، يجري وضع التفاصيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. من نيويورك تنضم إلينا راغدة درغام مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية. ست راغدة أهلا بك معنا، أنت متواجدة في نيويورك ونحن نريد منك إذا كان لديك أي تفاصيل حول هذه المساعي، ما مدى جديتها؟ ما مدى نسبة نجاحها؟ نعم أكيد هناك جدية في المساعي. النتيجة ليست معروفة بعد لأن المشاورات والمفاوضات متعددة الأطراف معقدة، جزء منها يتعلق بالتهدئة أي بتجنب التصعيد، وجزء آخر يتعلق بالتسوية. التهدئة لربما تستغرق أيام ما بعد اليومين المقبلين لأن إسرائيل مصرة
على استكمال مهمتها العسكرية في اليومين المقبلين الصعبين الذين سيكون يعني فعلا في منتهى الصعوبة. بالفعل ذاته هناك ربط ما بين لبنان وغزة في موضوع التهدئة، أما في موضوع التسوية هناك نوع من الفصل بين الأمرين، لأن التسوية المتعلقة بلبنان تعتمد على سبل تنفيذ القرار، سبل جديدة، صيغة جديدة لتنفيذ القرار 1701، أما غزة فإنها تتعلق بالمفاوضات التي تقوم بها مصر. طب التصريحات اللي سمعناها يعني بالساعات الماضية، مسؤول لبناني ومصدر مطلع مقرب من حزب الله يقول بأنه حزب الله هو منفتح على أي تسوية بشأن غزة ولبنان. إلى أي حد أيضا هذه الأجواء الإيجابية من قبل حزب الله من الممكن أن تساعد على نجاح هذه المساعي في الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم، منفتح حزب الله، منفتح كما يعني لاحظي الكلمة، منفتح على التهدئة في موضوعي غزة ولبنان وليس فقط لبنان. يعني ما زال يربط المسارين. صحيح، هذا ما قصدت أن أقوله. لكن إيران لا تريد أن تتبرد، وهنا البيت القصيد هو إيران. المفاوضات والمشاورات والتواصل هنا في نيويورك هو على مستوى رفيع فعلا مع إيران. مثلا الرئيس الفرنسي ماكرون يتواصل مع الرئيس الإيراني، وفي الوقت ذاته الدبلوماسية الأمريكية تتواصل مع الدبلوماسية الإيرانية. وقد أنا اطلعت، صديق بعث لي فيديو لنائب الرئيس الإيراني محمد جواد ظريف الذي كان وزيرا للخارجية، وهو في طليعة الذين يريدون أن تكون هناك صفحة جديدة في العلاقات مع الولايات المتحدة، كان يتحدث في ذلك الفيديو عن سأم الشعب الإيراني من مطالبة إيران بأن يضحوا من أجل فلسطين. كان يقول نحن نؤمن بالدفاع عن المظلومين، ولكن ليس أن نحارب نيابة عنهم. ولكن ست راغدة، بالموازاة أيضا رغم هذه الإيجابية من قبل أو الانفتاح من قبل حزب الله أو حتى هذه الجهود التي يقوم بها جواد ظريف إلى حد ما، مسؤولون إسرائيليون يقولون بأن أمريكا وفرنسا تعملان على مقترحين لوقف إطلاق النار دون إحراز تقدم كبير حتى الآن. يعني هنا إلى حد ما شيء من الإيجابية، وهنا إلى حد ما شيء من السلبية. هذا طبيعي بأجواء المفاوضات؟ نعم، هذا طبيعي، لأن المفاوضات تستغرق، يعني في موضوع التهدئة قد تستغرق أياما، وفي موضوع التسوية قد تستغرق أسابيع. إسرائيل هي التي تريد الآن أن تسابق الدبلوماسية لإتمام مهامها العسكرية، تفتح الباب قليلا عن يعني نحو التهدئة، لأنها هي أيضا موجودة في أجواء الأحاديث الأمريكية الإيرانية الفرنسية، موجودة وغائبة، موجودة بالفعل غائبة بالتواجد يعني على الأرض، ولكن المفاوضات مستمرة، المشاورات يعني تتخذ بعدا كبيرا في موضوع غزة، إطلاق الرهائن مثلا، إطلاق سراح الرهائن، ولكن الموضوع أكبر بكثير من ذلك. شكرا لك. تفضلي أكملي. ما يحاك الآن هو محاولة لتفاهم جدي مع القيادة الإيرانية الجديدة بأن توقف عن أساليبها القديمة وأن تكون فاعلة في وقف يعني في وقف التصعيد كي لا تقع حرب شاملة، ولذلك تتوجه الولايات المتحدة بالتزير من حرب شاملة لتقول لإيران إذا لم تتعاوني معنا نحن، وإذا سمحت باستمرار الموضوع تكون شاملة، نحن سنضطر أن ندخل بجانب إسرائيل. شكراً لك. شكرا لك يا أديريني. وانتهى وقتي، ويعني حتى الرئيس ماكرون يقال بأنه أيضا يقوم بجهود مع بيزشكيان تجاه موضوع روسيا وموضوع لبنان. شكرا لك من نيويورك راغدة درغام، مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية.
تبنت كتائب حزب الله في العراق هجوما بمسيرات على إيلات جنوب إسرائيل، وقال الجيش الإسرائيلي أنه أسقط مسيرة فيما انفجرت أخرى في محيط ميناء إيلات، ما تسبب بإصابة إسرائيليين اثنين. كما أضاف الجيش أنه يتابع التهديدات من العراق وسيفعل ما يلزم حيالها، ودعت الفصائل المسلحة في العراق إلى زيادة العمليات ضد إسرائيل. مستمرون في العالم الليلة، لدينا بعد الفاصل. من نيويورك، الرئيس الإيراني يؤكد عدم رغبة بلاده بالصراع مع أي دولة. من ملفاتنا أيضا، المخاوف من الذكاء الاصطناعي تعود إلى الواجهة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية. أهلا بكم من جديد. فيما تشتعل الحدود اللبنانية، دفعت بريطانيا بالجنود والعتاد لإجلاء رعاياها تخوفا من توسع رقعة الحرب في لبنان. التفاصيل مع ريما مكتبي. 700 جندي بريطاني إلى قاعدتها العسكرية في قبرص، وبوارج وطائرات وهليكوبتر حربية في مياه المتوسط. بريطانيا حشدت عسكريا استعدادا لإجلاء رعاياها من لبنان عند الحاجة ولأي دعم عسكري إذا ما توسعت الحرب في الشرق الأوسط. ورغم تحذيرات الحكومة البريطانية المتكررة لرعاياها وحثهم على المغادرة خلال الأسابيع الماضية، بقي قرابة 10,000 بريطاني في لبنان. أدعو مجددا لضبط النفس وخفض التصعيد على الحدود بين لبنان وإسرائيل. أدعو كل الأطراف للتراجع عن الهاوية. بريطانيا تحاول تفادي تكرار تجربة إجلاء رعاياها الفوضوية من أفغانستان، فوضعت بوارج من أسطولها البحرية على أهبة الاستعداد. HMS دانكن وRFA ماونتس باي بوارج راسية في شرق البحر المتوسط، إضافة إلى بعض الجنود البريطانيين الموجودين في لبنان. ورغم أن بريطانيا تفضل المجال الجوي لإجلاء رعاياها ومطار رفيق الحريري الدولي لازال مفتوحاً، إلا أن الحكومة قلقة وتتجهز للتصعيد العسكري وإقفال المطار الوحيد في لبنان. أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجه الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان رسائل سلام قائلا إن بلاده ليس لديها أي نية للصراع مع أي دولة. يجب علينا أن نعترف بأننا جيران، نريد السلام للجميع ولا نسعى لحرب أو نزاع أو اشتباك مع أحد، نحن نسعى لتحقيق السلام. وفي محاولة لكسر الجمود في الملف النووي الإيراني، التقى بازشكيان في نيويورك وفدا فرنسيا بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليطالبه الأخير بأن تستخدم طهران نفوذها لإرساء التهدئة في الشرق الأوسط، محذرا إياه في الوقت ذاته من تقديم دعم عسكري لروسيا. كما ربط ماكرون تحسين العلاقات بين باريس وطهران بمصير الفرنسيين المحتجزين في إيران. أما فيما يخص الملف النووي الإيراني، أصدر قصر الإليزي بيانا قال فيه أن الرئيس الفرنسي عبر مجددا عن قلقه البالغ إزاء مسار البرنامج النووي الإيراني، وأنه دعا إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعمل من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي بهذا الشأن. الآن إلى الشأن الأمريكي. في سباق انتخابي يتسم بتنافس شديد، كشف استطلاع حديث أجرته شبكة CNN عن تقارب شبه تام بين كاميلا هاريس ودونالد ترامب. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن هاريس تتقدم بفارق ضئيل على ترامب بنسبة 48% مقابل 47% بين الناخبين المحتملين على المستوى الوطني. فيما أشارت نتائج استطلاع آخر أجرته رويترز وإبسوس أن هاريس حصلت على تأييد 47% من المشاركين مقابل 40% لترامب. أما في ملفات قوة ترامب، الوظائف والبطالة والاقتصاد، تمكنت هاريس من تقليص الفجوة بينهما بواقع 43% لترامب مقابل 41% لهاريس. وعلى الرغم من أرقام الاستطلاعات وتقليص الفجوات، لكن يا روان يبقى هاجس آخر لدى المرشحين متعلق بالمخاوف من الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الانتخابات. كيف؟ فعلا ميسون، حتى أن هذا التخوف قبله خطوة احترازية، حيث تسعى نصف الولايات الأمريكية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد تدخل الذكاء الاصطناعي بالانتخابات.
فبحسب موقع أكسيوس ما لا يقل عن 26 ولاية أمريكية تدرس أو قامت بالفعل بتمرير قوانين صارمة لتنظيم الذكاء الاصطناعي بالاتصالات التي لها علاقة بالانتخابات. هناك بالفعل 19 ولاية أقرت قوانين لمعالجة التزييف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي. ففي عام 2019 أصبحت تكساس أول ولاية تحظر إنشاء وتوزيع مقاطع مزيفة. وفي العام نفسه أقرت كاليفورنيا قانون يحظر توزيع وسائل الإعلام السمعية أو البصرية المضللة. أما العام الماضي فحظرت ولايتا مينيسوتا وميشيغان توزيع المقاطع المفبركة. استغلال الذكاء الاصطناعي بدأ بالفعل في يناير الماضي حين استخدمت سلسلة من المكالمات الآلية المزيفة بصوت بايدن في نيوهامشير لحث الديمقراطيين على عدم التصويت. حادثة أخرى في يوليو الماضي عندما استخدمت لجنة عمل سياسية تدعم حاكم فلوريدا رون دي سانتس الذكاء الاصطناعي لتقليد صوت ترامب في إعلان يهاجمه. من واشنطن ينضم إلي مراسل العربية حسين الطود. حسين أهلا بك معنا. إلى أي مدى حقيقة هذا الذكاء الاصطناعي يتخوف منه الأمريكيون والمرشحين؟ ميسون، مسؤولو الاستخبارات الأمريكيين يعبرون عن قلقهم من تأثير هذا الذكاء الاصطناعي من خلال المحتوى الذي ينشئه على عملية الانتخابات، ولكن في الوقت نفسه هنا لابد من الإشارة إلى أنه كان هناك البارحة تقييم من مكتب الاستخبارات الوطنية أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يساعد في تحسين وليس إحداث ثورة في عمليات التأثير من روسيا والصين وإيران التي تستهدف الانتخابات الأمريكية. هم قالوا أن تهديد الذكاء الاصطناعي يعتمد على قدرة العملاء الأجانب أولا على تخطي القيود المضمنة في أدوات الذكاء الاصطناعي، ثانيا على قدرتهم على إنشاء وتطوير نموذج من هذا الذكاء الاصطناعي خاص بهم يتخطى أيضا حواجز عدة، وثالثا قدرتهم على نشر المحتوى الذي ينشئه هذا الذكاء الاصطناعي بشكل استراتيجي. طبعا هذا التقييم هو في الحقيقة جاء كنقطة مقابل لهذا الضجيج الإعلامي الذي يسلط الضوء على الخطر الذي يحدق بالذكاء الاصطناعي، وقالوا بأن هذه المجالات الثلاثة، هذه التهديدات الثلاثة، ما زالت الدول الأجنبية متأخرة فيه مقارنة بقدرات الولايات المتحدة في هذا المجال وهذا الميدان. طبعا أشاروا إلى العديد من الأمور بأن الذكاء الاصطناعي يساعد هذه الدول على تخطي الحواجز اللغوية، وأعطوا مثلا بأن إيران استخدمت الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى باللغة الإسبانية يركز على موضوع الهجرة، لأنها تعتقد أن موضوع الهجرة موضوع يثير الانقسام في الانتخابات الحالية بين الجمهوريين والديمقراطيين، وهو أمر مثير للقلق. أيضا أشاروا وأكدوا أن روسيا هي أكثر دولة متقدمة بهذا النموذج باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأكثر دولة استخدمت الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى بصري وسمعي ومكتوب كان الهدف منه أن تعزز حملة دونالد ترامب، لأنها تعتبره مرشح الأفضل، وتشوه من حملة كامالا هاريس. أيضا الصين ذكروها كدولة مهمة أيضا في استخدام الذكاء الاصطناعي وتهدد الانتخابات الأمريكية، ولكنهم قالوا بأن الصين تركز على وتضخم القضايا التي تثير الانقسام في المجتمع الأمريكي. طبعا موضوع مواجهة الذكاء الاصطناعي وموضوع استخدام الذكاء الاصطناعي وتحديد وتحييد خطره، هذا موضوع يعني هناك الكثير من النقاشات في الكونغرس الأمريكي في المجلسين النواب والشيوخ حول خطورته، ويعمل عليها المشرعون لوضع ضوابط له خلال الفترة القادمة. يعني على كل حال موضوع الذكاء الاصطناعي ومواقع التواصل الاجتماعي دائما هناك تخوف منهم، خاصة بمجال الانتخابات بأي دولة بالعالم. أشكرك حسين الطود مراسل عربي واشنطن على كل هذه التفاصيل. في العالم الليلة بعد الفاصل، أوكرانيا تعتزم استهداف العمق الروسي بأسلحة بعيدة المدى العام المقبل.
والآن نتابع من الصراع في أوكرانيا، حيث تتواصل مطالب كييف للغرب بالسماح باستخدام أسلحته لاستهداف العمق الروسي. في هذا الصدد كشف وزير الدفاع الأوكراني روستم أوميروف أن القوات الأوكرانية تخطط للقيام بعمليات خارج نطاق أراضي البلاد باستخدام أسلحة بعيدة المدى خلال العام المقبل، على الرغم من أن الغرب لم يوافق بعد على ذلك. كما أوضح وزير الدفاع الأوكراني أن التخطيط الكامل للعملية انتهى، وأن ما تحتاجه كييف الآن هو دعم شركائها فقط. أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيبدو أنه استبق الضوء الأخضر الغربي لكييف لاستخدام أسلحة بعيدة المدى لاستهداف العمق الروسي، ولوح باستخدام الأسلحة النووية ردا على أي هجوم جوي كبير بحسب قوله. نتابع. تقترح النسخة المحدثة من الوثيقة أن العدوان على روسيا من قبل أي دولة غير حائزة على الأسلحة النووية، لكن بمشاركة أو دعم من دولة حائزة للأسلحة النووية، نعتبره هجوما مشتركا على الاتحاد الروسي. وسننظر في هذا الاحتمال بمجرد أن نتلقى معلومات موثوقة حول إطلاق واسع النطاق لوسائل الهجوم الجوي وعبورها لحدود دولتنا. نحن نحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية في حالة العدوان على روسيا وبيلاروسيا كعضو في دولة الاتحاد الروسي. من كوبنهاغن ينضم إلينا سامر الياس، مستشار العربية للشؤون الروسية والأوراسية. أستاذ سامر، أهلا بكم معنا. إلى أي حد شعر بوتين بتهديد وجودي لبلاده حتى كانت هذه التصريحات بهذه الحدة؟ تحية طيبة. هذه النقاشات في روسيا بدأت منذ أكثر من عام حقيقة حول تخفيف عتبة استخدام السلاح النووي. اليوم الرئيس فلاديمير بوتين بعد زيارة زيلينسكي ومباحثاته مع القادة الغربيين بشأن السماح بضربات في داخل عمق روسيا باستخدام صواريخ كروز وباستخدام صواريخ ستورم شادو وغيرها من الأسلحة المقترحة من قبل أوكرانيا لتحقيق النصر حسب خطة الرئيس فلاديمير زيلينسكي، يبدو أن بوتين أراد مرة أخرى إشهار الخط الأحمر الروسي وتوضيحه بشكل جلي وواضح. هذا جاء عبر الحديث بأن أي ضربة باستخدام مسيرات باستخدام طائرات استراتيجية F-16 كانت قد حصلت عليها أوكرانيا باستخدام صواريخ أسرع من الصوت يسمح لروسيا باستخدام الأسلحة النووية، حتى لو كانت الدولة التي قامت بهذا الهجوم هي ليست دولة نووية ولكنها مدعومة من بلد نووي. ولكن استشامر يعني التهديد المتكرر بالنووي البعض يعتبره بأنه يفقده فعاليته، هل توافق؟ تماما. الجانب الغربي يبدو بأنه قد تعود بأن الخطوط الحمراء الروسية يمكن تجاوزها. منذ بداية الحرب حتى الآن جرى تزويد أوكرانيا بأنواع مختلفة من الأسلحة التي كانت روسيا اعترضت عليها، من ضمن ذلك الدبابات، من ضمن ذلك صواريخ ومنصات هايمرز وأتاكمس وغيرها. لكن اليوم الحديث يدور حول استهداف العمق الروسي بمسافة تصل إلى 500 كيلومتر. هذا يعني بأن بوتين الآن أمام تهديد وجودي من مناطق واسعة من روسيا. الطائرات المسيرة الأوكرانية الآن تهدد 10 مدن مليونية في غرب وشمال غرب وجنوب غرب روسيا. وهذا ما يفسر ما تبعناه منذ قليل، يعني رويترز كانت تحدثت بأن روسيا تبني مصنعا سريا للمسيرات في الصين. نعم. هل يعني بدأت روسيا تفكر بشكل آخر غير التهديد بالنووي؟ أعتقد بأن الجانب الروسي أراد تطوير المسيرات منذ فترة طويلة. الجانب الروسي زاد هذا الإنتاج بعشرات المرات بعد التعاون مع إيران في الفترات السابقة. بشأن شاهد، جرت تشييد مصنع في داخل قزان في جمهورية تترستان الروسية. هناك الآن توجه كبير نحو زيادة صناعة المسيرات في روسيا بعشرة أضعاف للعام المقبل. المسيرات هي حروب المستقبل كما أدركت روسيا، والجانب الأوكراني مدعوم بتقنيات غربية متقدمة في مجال المسيرات، لذلك روسيا تريد أن تجاري موضوع المسيرات والبدء بإنتاج كميات كبيرة من هذه المسيرات التي أظهرت أداء جيدا في هذه الحرب. روسيا تريد أيضا إضافة إلى المسيرات تطوير أنواع مختلفة من الصواريخ، زيادة الذخيرة والحصول على أنواع من الذخائر. بطبيعة الحال الأوضاع الميدانية الآن تنحو نحو أن تكون روسيا منتصرة في منطقة دونباس، ولكن
أيضا الدعم الغربي في المستقبل يمكن أن يؤثر على العملية العسكرية الروسية في داخل أوكرانيا ويعطلها لفترة أطول، وربما يؤدي إلى تغيير في المعادلات. شكرا لك سامر الياس المستشار للعربية للشؤون الروسية والأوراسية على المشاركة معنا. أنا الحماس اللي يقول لك أنا معك، نحن فريق السعودية. والآن إلى الأخبار الرياضية. بعد شكوى لاعب كرة القدم في أوروبا من ازدحام جدول المباريات، جاء الدور الآن على لاعب التنس. اعتبر الإسباني كارلوس ألغاراس المصنف ثالثا عالميا أن رزنامة المنافسات ستقتل اللاعبين على حد وصفه، ومؤكدا بأن العديد من اللاعبين يتفقون معه وأنه يجب فعل شيء حيال هذا. في الاستوديو ينضم إلي أحمد المصعبي الصحفي في قسم الرياضة بشبكة أخبار العربية. أحمد أهلا بك معنا. كنا بالأسبوع الماضي تحدثنا عن استياء لاعبي كرة القدم من المنافسات بأنها قريبة من بعضها وأنها تتعبهم. صحيح. انتقلت هذه العدوى الآن إلى لاعبي التنس. لماذا؟ وهل حقيقة لاعب التنس يتعب كما يتعب لاعب كرة القدم؟ جميع الرياضات متعبة، مرهقة جسديا وتذهب إلى أن تكون نفسيا مرهقة كذلك. وبالفعل زادت المباريات، زادت البطولات، زادت المنافسات، لكن بالمقابل اللاعب الآن صار يتقاضى أكثر من قبل. ففي ناس في جزء وجزء، جزء يقول أوكي أنت تحمل، بالمقابل أنت قاعد يعني تستلم أكثر من الناس اللي كانوا قبلك، وفي ناس يقول لك لا، في النهاية الصحة أهم من أي شيء ثاني. صحيح. فيعني هي زادت، خلينا نقول نتفق على أنها زادت، لكن أنت ممكن كإدارة معينة في الأندية نتكلم عن كرة القدم مش في التنس. أما في التنس أنت عندك فريق عمل يتكون مرات من 10 أشخاص هم اللي يخططوا لك، لأن أنت في التنس تفرق معك، هذه ممكن نتكلم فيها لاحقا، بس اللي هو اختلاف الرزنامات أو الجداول يفرق معك في التنس، أن أنت تقدر تلعب وتقدر تسحب نفسك من بطولات عكس كرة القدم. كرة القدم انت عندك جدول وجدول. ما هو الاختلاف يعني الان احمد انت ذكرت موضوع الرزنامات، شو اللي بيختلف بين التنس وبين كرة القدم؟ كرة القدم انت تعرف البطولات المشارك فيها من الموسم اللي فات، عارف تقريبا كل البطولات اللي تلعب فيها، فتصل الى عدد مباريات يصل الى 60 مرات 65 مباراة في الموسم. فانت كمدرب، كجهاز عمل، كطاقم طبي، كل الفريق هذا يعرف متى يختار اي يلعب لعيبته. فالموضوع شوي، الموضوع خلينا نقول معقد نوعا ما، لان انت مرات تحتاج النجوم ووضعك يحتاج انك تستدعي النجوم. في التنس العكس، في التنس انت عندك 11 شهر تقريبا بطولات، اوكي، فانت عندك قرابه الشهر اجازه، لكن انت كلاعب عندك الحريه انك تنسحب من بطولات، انسحاب لاسباب شخصيه، انسحاب خوفا من اصابه، لو ما الى ذلك في عقوبات بسيطه ممكن تفرض عليك، لكن لسه انت عندك حريه اكثر. انا طب احمد السؤال الاهم الان، هل هذه المطالبات سيكون لها أذان صاغية لدى المسؤولين ومن الممكن أن يغيروا شيئا ما أو يخففوا من هذا الضغط، أم من الصعب ذلك؟ لا، هو حتى إلى الآن دائما المسؤولين يعني يثبتون أو يحاولون أن يعني يظهرون للاعبين المحترفين انهم قاعدين يسمعونهم وانهم يعني ناويين يساعدونهم، بس في المقابل زي ما انا قلت لك انا عندي رعايات، وهي الرعايات اللي تساهم في انها مثلا ترفع من ايراداتك انت كلاعب كطاقم عمل. فانت في النهايه لازم تمسك العصا من النص، انت عارفه. نرجع لموضوع التنس اذا لازال في وقت، يعني المصنف الاول يانك سينر اعترض او خلينا نقول اختلف مع الكراز، الكراز المصنف الثالث، قال انت لك الحريه التامه، قالها كذا علنا امس قبل مشاركته في بكين، انت لك الحريه، قال انا عن نفسي انسحبت من كاس ليفر وانسحبت من كاس ديفيس. يعني انت عندما تتعب لا تشارك. تخيل بالضبط، الاولمبيكس الاولمبياد ما لعبها، وهي كل 4 سنين ما لعبها برضو للموضوع هذا. شكرا لك، انتهى وقتنا، دائما نستمتع بالاخبار الرياضيه. شكرا لك احمد. انا الحماس اللي يقول لك انا معك، نحن فريق السعوديه. انضموا لنا. العالم الليله انتهى، القادم خارج الصندوق، ونذكر بالعناوين. إسرائيل تزيد نطاق غاراتها وصواريخ حزب الله تصل تل أبيب، وحراك أمريكي للتهدئة. موت ودمار ونزوح، ثلاثية خوف تواجه اللبنانيين مجددا، والأعداد بارتفاع.
المخاوف من الذكاء الاصطناعي تعود إلى الواجهة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية. وبوتين يلوح بالرد النووي حال تعرض بلاده لأي هجوم جوي كبير. وفي خارج الصندوق بعد قليل خامنئي يتحدث عن قوة حزب الله في تصريحات مناقضة لتصريحات الرئيس الإيراني بازشكيان، وتساؤلات هل هذا الدعم المعنوي سيكون مصحوب بدعم عسكري، ولدينا أيضا رسالة غزة أو رسالة حماس إلى الأمين العام للأمم المتحدة تثير التساؤلات والجدل في محل في خارج الصندوق بعد قليل.